تجهيز زي الستاره كده، ويبتدي تحط مستقيم ستريت لاين، لكن الريكتنجولار اكسبانشن بتحصل في اي مكان وبتبقى الريجولار انجن، يعني بس بيمتد شويه زياده عن المثل اللي جنبه، يعني مش كلهم زي الستاره كده. برضه الليفل اوف الليفل اوف فانس لكن الفانس بيستيل تو باونس بالبرين، يعني انت قامت الفانس بتستوبرفيشل تو باونس بالبرين. انا اعطيك على الليفل اثنين برضه الفيكتن مهم قوي، يعني الليمبل فيكتن ساعات بتسال سؤال، يعني ديفرنشال دايجنوزز اوف ليمبل ماسس. ليمبل ماسس ممكن هنا بس الفيكتن ممكن خدنا اثنين منهم، الفيكتن او البلجر سبين اكتر، ممكن اكستيرايتس، ممكن تريشن يبقى برضه خدت كونجكتيف، خدت اي حاجه هتاخد حاجات كتير بس تجمعوها مع بعض. هو ده سؤال كيس، يعني ليمبل ماس ده سؤال يعني صعب شويه على الطلبه، بس مش حاجه صعبه قوي، يعني المفروض برضه تبقوا فاهمين عشان تقدروا تجاوبوا. مش صعب التريتمنت دي اخر سلايد خلاص. زي ما قلنا توبيك ستيرويدز بتدور على السبب، فسيكل الالسر برضه توبيك ستيرويدز بلس سايكل فيجن اي دروبس بلس بوترايزيشن اوف ذا ليشن بلس ريسك اند ليمبس. الحكايه دي فيري رير، فيري رير ان انا ادي اعمل بوترايزيشن اوف ذا سباين بلس ريسك، يعني عشان اطلع سورس اوف ليفوسايتس او ليفوسايتس اقطع الفيل رياكشن او الرجيك رياكشن اعمل بوترايزيشن. الناس تبقى بالي اجريسيف، يعني تحط سكونيه على الليبس تحرق البلد. السايكلوبيجيك اي دوكس اللي هي بتعمل باراليسيس للسيلري ماسل، سايكلوبيجيك اطرش بتعمل باراليسيس للسيلري ماسل عشان يحصل نوع من الاريتيشن للسيلري ماسل بسبب الالسر. اي كورنيال الالسر بتاخد مطرح بتاعت الالسر، اي كورنيال الالسر بتعمل ريفلكس اريتيشن اوف السيلري ماسل. في بين فوتوفوبيا فالسيكسات مش هتعوي بس هدي الموضوع ده.